ينعى المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرتها الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل ببالغ الأسى والحزن وفاة الزميلة الإعلامية ريما مالك معدة ومقدمة البرامج في قناة نورسات التي انتقلت إلى الحياة الأبدية بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء ومفعمة بفرح وتواضع ومحبة. وإننا إذ نرفع الصلاة إلى الآب السماوي لندعو لزميلتنا ريما بالراحة الأبدية لتنضم إلى الأبرار والصديقين. المسيح قام حقا قام. الصورة اللي أنا بحتفظ فيها هي صورة مثالية إذا إلي حق أقول، وبعرف إنه كتار كان عندهم أهالي مثاليين، وهالتعبير إلي حق استعمله بس لأنه أهلي عرفوا الرب، وكل أهل بيعرفوا الرب وبيطيعوه. الرب ما بيسمح إلا ما يكونوا على مثال بين السماوي أقرب لكمال هالأرض يلي ما بتعطي كمال مظبوط إلا السما هي وحدة بتعرف تزرعه. كنت أوقات قلهم صلوا لي تأنجح، يقولوا لي هيدي منا مهمة، بتنجحي ما بتنجحي مش مشكل، ما إلا قيمة، بس كوني نسمة طاهرة وتحضري حالك للحياة الأبدية، هيدا شي مهم.